في الصحيحين أن أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة، فسئل عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا كما أسلفت عند البخاري ومسلم. وهذا الغلام كما قال ابن حجر رحمه الله لم يسمى،